أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فأولئك
فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذب الثمود
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهتري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة ثمود فأهلكوا بالطاغية
الطاغين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع أعجاز نخل خاوية فهتل لهم وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رب بهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة
قليلا ما تؤمنون على بقاء الله قليلا ما تؤمنون على بقاء قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإن وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن في لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم